سؤال، هل يصح لكاهن ان يعطي كأس الدم للشمامسة قدام الهيكل ليتناولوه بأيديهم؟ لا، هو يعطي الكأس للكاهن الشريك يتناول بأيديه، لكن للشمامسة لا. هي حالة واحدة تستثنى إذا كان واحد مرسوم بياكل كامل، بياكل كامل، ولكن هذا بياكل الكامل لازم يكون بيلبس لبس زي الكهنوت بالظبط كده، بس يختلف عن الأساس في العلم. ومعروف عند الناس كلهم إن ده شماس كامل، لكن الشمامسة العادية